كابتن استاذن حضرتك بس عشان اللعيبه ما يعني ما تمشيش من ارض الملعب، هنروح لسالح حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاء مع هداف الفريق النهارده 7 اهداف حضرتك لسه قايل حالا عبد الرحمن فيصل. سالة اتفضلي. مشكورة جدا طبعا يا كابتن هيثم، وبرحب بحضرتك تاني، وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يمكن حاليا معي هداف الفريق النهارده في المباراه برصيد 7 اهداف عبد الرحمن فيصل. عبد الرحمن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وببارك لك طبعا اول مبارياتكم في بطوله كاس الامم الافريقيه. شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع لاعبي النادي الاهلي؟ وببارك لك طبعا النهارده على هداف البطوله كمان. الله يبارك فيك يا سلا. طبعا اول ماتش في البطوله، بطوله افريقيا على ارضنا وسط جمهورنا. الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل مباراه كويسه. لسه طبعا اول ماتش الناس تبدا تخش في مود البطوله. الحمد لله قدرنا نلعب ماتش كويس وكسبنا الحمد لله. برضو عايز اعرف منك الاستعدادات طبعا كانت عامله ازاي قبل البطوله. شفنا طبعا الاستعدادات كانت مكثفه جدا الايام اللي فاتت، فاحكي لنا برضو الاستعدادات كانت عامله ازاي، وكلام طبعا المدير الفني معاكم قبل بدء البطوله النهارده. طبعا سهل، احنا قبل بطوله افريقيا احنا كان عندنا معسكر بطوله الجولدن ليج في الدنمارك، مع طبعا من اقوى فرق في اوروبا الدنمارك والنرويج وهولندا. الحمد لله احنا قدرنا نعمل ثلاث نتائج ايجابيه، كسبنا ماتشين، كسبنا النرويج وهولندا، وخسرنا من الدنمارك، عملنا ماتش كويس معاهم وخسرنا في اخر الماتش يعني. فكنا مستعدين استعداد قوي جدا قبل البطوله، وطبعا تمارين ومستر بستور عندنا يعني بصراحه شغال على اعلى مستوى هو والجهاز الفني كله، بس فالحمد لله قدرنا نجهز البطوله وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. باذن الله. والمباراه النهارده يا فيصل طبعا زي ما شفنا يعني كاداء، يعني الاداء يعني شويه الفريق اللي قدامنا طبعا كان اداؤه متواضع، ما كانتش مباراه صعبه، ولكن قدر مستر باستور ان هو من خلال المباراه دي ان هو يعمل روتيشن ما بين كل لعيبه عشان تبقوا مستعدين اكتر واكتر للمباريات القادمه. اكيد طبعا الماتشات اللي زي دي بتدخل الناس في البطوله اكتر، يعني الناس كلها بتدخل في مود البطوله وفي مود الماتش. فلا هو عمل روتيشن كويس والحمد لله على المكسب يعني. الحمد لله جدا طبعا يا كابتن، وببارك لك وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه يا رب ان شاء الله. شكرا، ميرسي.